السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ السادس الابتدائي. موضوع اليوم هو يونت 6 لسن 8. المراجعة هو آخر موضوع هذا اليونت. أقويانا Hello everyone, I am Karam. I'm going to teach you some English. Today we're going to do review the previous lesson, دروس السابقة. المادة السمعية كتاب الطالب 88 صفحة 88 المراجعة. وعنا على قد الملاحظات واستمعوا للمادة السمعية. Listen to the children and check your answers. My two most important rules are use oven gloves to hold hot things. Amar mustn't play with matches or use sharp knives. My two most important rules are wear a helmet when riding your bike. Use a zebra crossing to cross the road. My two most important rules are don't let young children touch hot things like saucepans. Wear bright colours when you ride your bike. My two most important rules are check your brakes before you ride your bike. Always put on a seat belt in the car. نجي هسه نقرأ الملاحظات اللي أخذناها بالدرس السابق. شنو هي الملاحظات؟ نوتس، عبارة عن أوراق صغيرة نكتب بها ملاحظات ونخليها حتى الشخص المطلوب هو يجي ويقرأها بعدين، مثل ملاحظات حول الأكل، حول الطباخ، حول أي شيء نسويها ببيوتنا أو الأغلبية يسوونها. فنجي نقرأ ديانا. My two most important rules are قواعد المهمة شنو هي؟ Use oven gloves to hold hot things. دائما استعمل الأوفن جلوفز، القفازات، قفازات الأوفن حتى تشيل الأشياء الحارة. اللي وراها وسام، هذا مو مهم نقرأ، هاي من عمر. عمر شو يقول؟ With matches or use sharp knife and don't use it with matches. And هنا أنا وسام، my two most important rules are شنو القواعد المهمة؟ Wear a helmet when riding your bike. هي هاي القاعدة مالت. الثانية هبة. My two most important rules are don't let young children شنو hold hot things like suspense القدور. ما يصير نخليهم يلزمونها الأطفال. شفتوا هسه الملاحظات شلون تصير؟ شلون تصير الملاحظات؟ عبارة عن ورقة صغيرة نكتب بها ملاحظة حتى يجي الشخص المطلوب أن يقرأها. باسم، my two يعني هي مثل الرسالة تقريبا. My two most important rules are شنو هي القواعد المهمة؟ ها هنا أنا تصير رايد، وهنا أنا شنو؟ check your brakes before you ride your bikes. دائما تأكد من إطاراتك قبل لا تسوق. اللي وراها put on شنو؟ put on your seat belt. put on your seat belt، حزام الأمان من تركب بالسيارة. كتاب النشاط صفحة 86 86. I can معناها أنا أستطيع. هاي اللي تشوفونها عبارة عن مخطط ولعبة. read the bookmarks right read the bookmarks علامات الكتاب. write the names of friend or family on each other on each one. اكتب اسم عائلتك على كل واحد، اسم صديقك. راح المطلوب منك هنا شو تسوي؟ root safety bookmarks هاي يسمونها فواصل كتب، علامات كتب حول سلامة الطرق، حول إجراءات السلامة. فهنا مجرد تكتب اسم صديقك اللي تريده يلتزم بهاي الإجراءات بس، ما هذا لا تمرين ولا عبد ولا يتطلب حل. بس نقرأ stop اللي هي هاي معناها قف. stop هاي تشوفونها هواي عندنا بالشوارع، حتى عندنا stop معناها قف، look معناها انظر، listen اسمع. هنا أنا always wear your helmet خوذتك. put your things in a big bag في حقيبة الظهر. بنفس الصفحة هنا أنا هاي أربع علامات، هاي العلامة الثالثة wait until leaves before you cross the road. دائما من تريد تعبر خلي الباص يعبر، يلا أنت تعبر، السيارات تعبر، يلا أنت تعبر، ما يصير تعبر قدام السيارات.
names أهم هنا نكتب اسم أي واحد يعجبك. Always put on your seat belt in the car. Always put on your seat belt in the car. فهسه شو نسوي؟ بس هنا نكتب أسماء أصدقائنا اللي نريدهم يلتزمون بهاي الإشعارات. هذا لا تمرين ولا أبد. لا تدخلون بصفحة كاملة ما بها شيء نستفاد من يمه. مجرد نقرأها. الصفحة اللي وراها My new words. كلمات جديدة اللي تعلمتها من هذا الفصل. What are the new words you know? Write 6 now words here and remember them. وذكرهم. بالنسبة لي اختاري ذن الكلمات اللي هن ذني. Matches وشود وبيل وبيكس وبيكت عفوا وماست وغاس باتو. ذن اختاريتهم. أنتم كذلك تختارون الكلمات الجديدة اللي تعلمتوها من هذا الفصل وتحفظونهن. لازم ضروري ضروري. اللي وراها correct the spellings. Hi, cheese, grated, chicken, tomatoes, onion, pepper. الكلمات ذني كلهن خطأ بس الصححن. وهذا هو التصحيح. ما راح أتعبكم به. هذا هو التصحيح. Cheese هيك تصير grated, kitchen, مطبخ, tomato, طماطة, onion, بصل, pepper, بهارات. جبن, grated يعني يبشر. بالطريقة مثل الثروم بس أنعم. Kitchen, tomato, onion, pepper. هنا نجي تمرين دي. Make your favorite flatboard pizza. Choose your ingredients. Ingredients المكونات. اختار مكوناتك. المكونات هنا grated cheese جبن مبشور, sliced onion بصل مقطع, chicken دجاج, sliced tomato طماطة مقطعة, garlic اللي هو زيت, herbs و green black olives. Green and black olives اللي هو الزيتون أخضر وأسود, و pepper بهارات. أنا اختاريت هذين المكونات grated cheese, sliced tomato, olives و pepper. وبالأخير عندنا هاي هو أم كاتبينه oil. هذني ال شنو ال ingredients. شنو ingredients هاي؟ شنو ingredient؟ مو شنو ingredient؟ مكونات. هذا الحل على صفحة 87 87. نظرة أخيرة للحل. اتذكروا ان هذا الحل هذا التمرين وهذا التمرين ذني حلول كثيرة لهن. تقدر اي كلمات تكتبهن بس كون صحيحات. اي كلمات تكتبهن كلمات صحيحة. وهذا تصحيح. هاي الكلمات الآن كاتبين تصحيح للكلمات اللي بالكتاب, لأن كلمات غلط يريد منك تكتبهن بشكل صحيح. هذا تصحيح. نظرة أخيرة نجي هاي اللعبة اللي فوتنا. هاي اللعبة موجودة بكتاب الطالب صفحة 89. Let's play the safety game. راح بس أشرح لكم إياها وأنتم إذا تريدون يلعبوها لعبوها لين مو مهمة. Play the game. هنا يقول game rules. Game rules. Make a counter. عداد. Work with one or two partners. شركاء. Start on home. ابدأ. وين الهوم هذا؟ هذا الهوم. من هنا تبدي. Start. يعني مثل اللعبة مال الحياة ودرج. Start with on home. Finish on smiley face. وجه مبتسم. هاي الفينيش. يعني راح تجيبون اللعبة تمشون هيجي. وانه بالناهيج مثل الحياة والدرج تيجي لحد ما توصلون النهاية اللي هي جوا مرقم. اللي وراها when you get the answer right. من تجاوب على الجواب صحيح يعني يقول لك what are these. شنو هاي؟ راح تقول له ماشي صحيح اعبر. وهكذا اذا ما جاوبت تبقى مكانك. move forward one square. تنتقل مربع كامل. وراها If you get the answer wrong, move backward one square. تتراجع بس تبقى مكانك يعني. مطبق اللعبة حرفيا. وهاي هي اللعبة. راح نقرأها هيك قراءة سريعة على السريع. What are these? Yesterday my mom فراغ cake. شن خلت ويا كيك شن خليها فعل؟ فراغ the potato before you sliced it. You ask your mom before you use a sharp knife. Do you like a garlic on your pizza? What do you spread butter with? Mom, I make a pizza. What should you put in the car? Before you cross the road, you should say, What is this? شنو هذا? Where do most accidents happen?
Don't pick up broken glass without fara. I read traffic signal means. Red traffic اللي هي العلامة الحمراء. You should wear فراغ when you ride your bike. You need good bikes on a bike to فراغ quickly. What's good color to wear when you riding your bike? شنو الألوان المناسبة من السوق الملابسك من السوق دراجتك. You should فراغ wear hands before you start cooking. He شنو bumped this hand on فراغ suspension. Bake the cake in the oven for 45 شنو كم دقيقة لو ساعة طبعا minute. وبعدين توصل من هاي عبارة عن لعبة قرأتها لكم لا أكثر ولا أقل ما بها أي حل ولا أي شيء بس إذا تحب تقوي إنجليزيتك تلعبها وهذا هو English with Karam. Be safe and don't give false information. إلى هنا ينتهي الدرس. Thank you, dear students, for listening. Thanks. Any question I will have on these seats. And best wishes to all of you.